مشاهدينا الكرام، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في موعد جديد، حصه جديده، صحه رمضانكم، صحه فطوركم على التلفزيون الجزائري. راح نرجعوا لكم في هذا شهر رمضان باش نديكريبتيو وباش نهضروا وباش نقطعوا ونقولوا كذلك امور ايجابيه. ليميسيون شتوها وسموها ساسا فيندا. على بالنا بلي دوما في رمضان لاهيين في النهار راكدين، العشيه بعد الفطور سيو ديجيريو، حنا غادي نعسوا كلش في هذه الحصه، نعطيكم كامل التفاصيل قبل بدايه التصوير، حتى خاصه مع انسحاب الملك عاشور من المملكه. خيلك بكري ايبا، هذه سي ايماج تاع الجزائريين يلعبوا في تورنين في 1908. لو فيستيفال تومورلاند من اكبر لي فيستيفال في العالم وتالمون كبير بزاف، داروا دو زيديسيون، واحده في المشتى وواحده في الصيف. وعلى ان تابو اللي عاود يولي لنا في كل سنه في شهر رمضان، اللي هو الناس اللي ما تقدرش تصوم. وعلى جال زوج ورقات جاب بيا زوج سوايع باسكو كان صايم. فهموني يا جماعه، رانا صايمين على الماكله ولا على الخدمه؟ كنا نسناوه من سنه 2011 واللي هو سايبر بانك 2077. راني نهضر عليه اليوم على خاطر يعني حنا حكموا هكا دي ستوري دي فيديو، يعني كاع ولا فيس لي دورو نحطهم هنا ونقصروا عليهم كيف كيف في رحبه. عندك غير نجي خارج ما عندك لي كيسيون كويس خليه. دامين تاع الادارات اللي نلقاوهم دائما كارهين حياتهم ساكن، باسكو دي فوا نحسوا حنا شغل جينيناهم شويه. جافي دي بتي رول، وهذه الخطره شغل جافي لو بروميي رول. نعرض روحي في الديور باش نقنع الاولياء باش لي جون بناتهم وخاوتهم يجوا يتورني. انا نامن بالكاستينغ تاع الموهبه، اللي واحد عنده موهبه يقدر يمثل. سو مولا ما في رابلي مون بير كون جيتي جون، كنت نقبع بزاف، يديزي اوه هذه تقبع حساسه فين دا راهي فيها. قلت لكم هذه اكوز دي جي بلان بروبليم.